الكاري فوق جبال أراكاس في أرمينيا. نحن الآن على ارتفاع 3800 متر فوق مستوى سطح البحر. زرنا هذا الموقع مع العوائل العراقية على أمل أن نتناول وجبة الغداء هنا، والذي هو أكلة الباشا ولكن على الطريقة الأرمينية. ندعو كافة العوائل الذين يشاهدون هذا الفيديو للاستمتاع بهذه المشاهد الجميلة من المنطقة، وإن شاء الله يحالفكم الحظ أن تزوروا أرمينيا وتتناول هذه الوجبة اللذيذة على ارتفاع 3800 متر. تقبلوا تحيات غرارات السياحة. يمكنكم الاتصال بنا عبر الفيسبوك على الرقم المنشور أمامكم دائما، وعبر الإيميلات وعبر الاتصال الخاص. تقبلوا تحياتنا غرارات السياحة.